احوال تلقي الحديث. احنا كل ده بنتكلم دلوقتي في ايه؟ ازاي ان انا اعرف الحديث، اعرف الراوي، اعرف اما يكتب ان انا اعرف ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، اما يتلقى الشخص اللي بيتلقى الحديث ده كيف تلقاه. ما هو انا جاي واحد بيجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 كذا، فلازم تقول له طيب وصلك الحديث ازاي؟ فبيصلوا بعدة طرق. اول طريق بالسماع، ان شخص يقول سمعت من فلان كذا، وسمعت من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يكون وصلوا بالسمع، ان حد كان قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث فسمعوا فقالوا لغيره وغيره الى غيره الى غيره الى وصل هذا الرجل، فيكون وصل بالسمع. ده الامر الاول. الامر الثاني ان يكون معاصرا ولكن لم يلقاه. يعني انا راوي بيروي عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما وصل للطبقه الاولى، الطبقه الاولى دي كانت تعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا روي عن طريق المعاصره. طيب هو هنا ينفع يبقى حديث والشخص ما شافوش؟ اه ينفع. ليه؟ لان طالما في نفس العصر يبقى يحتمل ان يكون احد الصحابه هو اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اخبر هذا الصحابي، والصحابي اخبر من خلفه الى من خلفه الى من خلفه الى من وصل هذا الحديث. يبقى اذا الامر الثاني يكون الشخص عاصر الوقت اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، او راوي عن راوي، وايضا يكون الراوي عاصر راوي. يعني مثلا فلان عن فلان، فلان ده ما سمعش مثلا اللي في الطبقه الرابعه، ما سمعش من اللي في الطبقه الثالثه، ولكنه كان يعاصره في نفس العصر، فيحتمل ان يكون سمع من شخص عاصر الراوي ده. طيب الشرط الثالث او الحاله الثالثه ان يكون بالمعاصره ولكن ثبت انه لم يلقاه. طيب عندي بقى حالة ثالثة، واحد كان في نفس العصر اللي روى فيه راوي، أو في نفس العصر اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت أنه لم يلقاه. طيب هيثبت إزاي؟ هيثبت بطرق كتير. مثلا أنا ببحث في حال الراوي، عرفت مثلا إن هو حياته كلها مثلا كان عايش في بغداد، واللي روى عنه حياته كلها مثلا كان عايش في القاهرة، فخلاص ده وده ما شافوش بعض. طيب هنا اختلف بقى البخاري ومسلم، وده لما تيجي تسمع حتى في الاحاديث يقول لك على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. البخاري اشترط ان لازم يحصل اللقيه، يعني لو ما ثبتش ان اللي بيروي لقى من روى عنه، البخاري لا ياخذ هذا الحديث، ولعل ده من تشديد البخاري عشان يصل لاقصى درجات الصحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الامام مسلم فقال ليس شرط اللقيه، ولكن اما الامام مسلم فقال ليس شرط اللقيه، ولكن طالما انه في عصره فيحتمل انه سمع من شخص لقيه، ويعني ده شرط الامام مسلم وده شرط الامام البخاري.